وفي قاعة المدينة الجامعية أيضا شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان سمو الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجامعة الشارقة بشأن برنامج خليفة لتمكين الطلاب. وبحسب بنود المذكرة فقد اتفق الطرفان على الالتزام بتزويد جامعة الشارقة بمقاصد وأهداف برنامج إعداد القيادات المجتمعية وترشيح المنسقين للبرنامج، بالإضافة إلى تزويد الجامعة بالخطة التنفيذية الخاصة بمبادرة حلمي حياتي. كما أشارت المذكرة إلى أن تلتزم جامعة الشارقة بإعداد المنهج الدراسي لبرنامج إعداد القيادات المجتمعية، وتصدر من خلال مركزها للتعليم المستمر والتطوير المهني شهادة الدبلوم المهني الذين يشاركون في البرنامج التدريبية، إلى جانب توفير المحاضرين لتنفيذ البرنامج. شهد توقيع مذكرة التفاهم عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.